صباح الخير البنات، كديري لاباس عليكم؟ هانيين كلشي بخير؟ كديري مع صحابك؟ صبحتو؟ ايوا بلوك جديد، روتين جديد. اليوم ما غاديره والو، دايره داكشي بسيط 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 بزاف. البنات درت مطيشه، غندير معكم واحد البيتزا وغادي ندير الديسير في الغداء. ما غندير شي حاجه، دايره مطيشه، غادي ندير شويه د البزار، كنت حضرتها معكم من غادي نعاودها معكم. البنات العجينه راه البارح تشوفوا باش شريتها، بصراحه الله جابوها جديده، شويه د الملح البنات عرفتوا البنات. وغادي ندير شويه د السنيده صافي، وغادي شويه د الزعتر، بسمه بالزعتر غادي نديرها. كي دايرين نتوما لاباس عليكم؟ شكرا بزاف على التعليقات ديالكم الزوينين، وتا شكرا حتى هذوك اللي تيديروا ليا ديزلايك، ماشي مشكل حتى هما، شكرا صراحه حتى هما راه زوينه ليا ديك ديزلايك، تيديروا ليا كامل ماشي مشكل، حتى هي هانيه ماشي مشكل، دابا هما تيخسروا سميتو صافي ماشي مشكل، كلشي زوين خايبه والو صافي. درناها في سميتو ها العجينه اللي شريتها البنات، صراحه ماشي زعما غاليه بزاف، ثمن مناسب، هي شتي البنات زوينه ما فيها حتى حاجه، قريناها وهذه ما فيها زعما عجينه عاديه، شتي البنات واعره واعره زوينه. تاخديها واجده صافي، ها المطيشه درتها، غادي ندير شويه د السنيده البنات، وغادي الديسير اللي شريت البارح غادي نعمرو صافي. هادشي اللي كاين وصافي، هذا هو قيل النهار ديالي زوين، وانا البنات ساهل، والدار ديالي البنات بصراحه وليت تنجمعها بصراحه، شتي تتخرج نقيه صراحه، وليت تنفيق حتى بكري بصراحه. وصافي ها هي العجينه ديالي صافي، غادي نديرها صافي، غادي ندير شويه د الزيت البنات، الزيت البلديه البنات. ها هي شويه الزيت، ها شويه ماشي بزاف، ما درتش بزاف، وندير شويه السنيده شويه ماشي بزاف البنات، شي ميجي نديرو لها في القبابش ديما تتشيط بحال هكا، ولا اي انا ولا ما نعرف تيشيطو ليا بزاف، نديرهم في الطاسات صافي، غنديرها هكا هكا صافي. ها هي نقدر نزيد فيها شويه زعتر باش تعطيني نسه زوينه، صافي غادي نقطع هاد الديسير دابا صافي. راجلي اليوم كيدير داكشي صافي، غنرد هادو ونرجع معكم البنات. البيتزا ديالي شكي ضربتها مزيان بصراحه، العجينه واعره بصراحه، اثمنه ماشي زعما غاليه، دايره جوج اورو شي البنات ها صافي. غادي ندير لها دوك البيتزا الصغيورين، هانتوما معايا نتمنى تعجبكم صافي. شي البنات هضربتها، وصايت فينا نديرها، ما غاديش ندير نديرها البصله، نديرها المطيشه والفرماج البنات. ها الغدا ديالي، البيتزا ديالي اللي جات معوجه ولا شي حاجه ما تقبلوا عليها البنات. انا بصراحه البنات شهيت واحد الحاجه، واحد التفصيل ديال الديسير البنات، شتي كي داير، شكون اللي تياكل؟ انا بعدا عقلت عليه، دارنا الخبز والدلاح، انا هادشي اللي عجبني كاع اليوم، رشقات ليا وما فطرت، شربت جوج كيسان د الماء، واش لاضه مغربيه ما كاينش اللي ما تيعرفهاش صافي البنات. صراحه نكذب عليك راجلي صراحه ياكل الديسير، حتى هو عجبو الديسير قالك فطرت مزيان، راه صراحه ضرب مع ديك 6 الصباح ملي مشى للخدمه ضرب سميتو. كانت عندي شويه اللحم راه درتو دابا في شايط ليا من البارح للغدا، وقال لي ديريه في الفران، صراحه درتو في الفران، وبنتي غادي تاكل شويه البيتزا، وانا غنضرب الخبز والدلاح، واي واحد راه معروف الخبز والدلاح، راجلي دخل تيضحك عليا عرفني الخبز والدلاح، عرفتي راه فوقاش ما كليتش الخبز، انا اليوم غناكل الخبز والدلاح، الخبز والدلاح حتى
حتى نشبع. راه ما كاينش حال هاد الوالدين ديالنا تيقولوا لنا اليوم غنتغداو بالتلاح والخبز، نمشي يجيبوا لنا شي تلاح كبيره. ايوا صافي، راه كانت شحال هادي الناس القدام ساكن تيديروها في سميتو، حنا راه شويه من طلعنا، حنا راه كانت شويه الثلاجه. ايوا تنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، وصراحه اليوم غادي نخرجكم شويه على برا فين كاين الخدامه. اليوم راه الخميس، الله يدخلها علينا ان شاء الله الجمعه بطولة العمر والصحه والسلامه، واللي يتمنى شي حاجه الله يجيبها ليه. وهانتوما معايا صافي، غادي نضرب دابا الدلاح. صراحه ما شهيتكمش بها البارح، صراحه حلوه. وصافي هانتوما معايا، وهاد البيتزا ديالي فوجدناها ان شاء الله كلشي مشري جديد. البنات اليوم جات لكم واحد الشوربه، شوربه الخضر اللي معروفه، ولكن هذه الطريقه بسيطه وكتجي بنينه بزاف وصحيه. المهم نبدا لكم المكونات. عندنا بصله، جوج ديال اللفت بالنسبه للناس اللي كيعجبهم اللفت، وثلاثه ديال الخزويات، ثلاثه الحبات ديال الكورجيت، جوج ديال البطاطات، ومطيشه واحده، وطريف ديال القرعه الحمراء. وبالنسبه للتوابل راه غنديروا معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الخرقوم اولا الكركم، معلقه صغيره ديال البزار، شويه ديال الزعتر، وورقة سيدنا موسى بالنسبه للناس اللي عندهم، اللي ما عندهمش يقدروا يستغناو عليها، شويه ديال الملحه، الملحه حسب ذوق الناس، يعني كل واحد وكيفاش كيعجبو ياكل الماكله، واش مالحه ولا لا، وشويه ديال السكنجبير اولا ما يعادل معلقه صغيره. وهنا شويه ديال الربيع، معلقه كبيره ديال الربيع، نص كاس ديال الزيت البلديه، معلقه ديال الحك، وكنور ديال البقري. ولا بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يضيفوا كنور ولا شي حاجه يستغناو عليه، ومن الاحسن بلاش، يعني تبقى صحيه احسن. قطعت ديك الخضره اللي قلت قبيله كامله، قطعتها طروفه صغارين مربعين، ودرت الاطريه والماء، المهم خاصو يفوت الخضره، ودرتها هنايا كتبخ. صافي من بعد ما غادي يطيب مزيان تحسوا بها طابت، غادي نطفيو عليها وندوز للمرحله الاخرى. البنات هذه هي المرحله الاخيره، من بعد ما طابت درناها وبردات، خاصها تبرد، المهم تبرد واحد نص ساعه بحال هكاك، وديريها في مارينيكس وطحنيها.